الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب مجددا بالسادة مشاهدي قناة أنغام الفضائية في برنامجكم الأسبوعي الصحة والحياة، ونهنئ كل الشعب السوداني بقدوم شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نزل الله أن يعم الرخاء والخير جميع أنحاء البلاد. في هذه الحلقة يعني نتناول موضوع هو يعني يمكن ما لاقي حظه في أن الناس تعرف حقائق كثيرة عنه. هو موضوع يتعلق بالجمال، وكل زول هسي بعين لنا هنا أكيد يعني بيكون نفسه في أنه يكون شكله جميل ويهتم بتفاصيل حياته. ونحن الموضوع هذه الحلقة عن جراحة التجميل، حقيقة دارين نسلط المفاهيم الحديثة عن جراحة التجميل، وكمان دارين نصلح المفاهيم القديمة التي تتعلق عن جراحات التجميل. ويزعدني أن يكون ضيوفي في داخل هذا الاستوديو في هذا الصباح سعادة المقدم طبيب دكتور وائل فيصل، رئيس قسم الجراحة بجامعة كرري، وهو استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق. مرحب بك مستر وائل. مرحب بك الأخ محمد، وصباحكم زين إن شاء الله في قناة أنغام. الله يبارك فيك يا مستر وائل. وكذلك يسعدني أن أرحب بسعادة الدكتور طلال جرعقندي، مستشار جراحة التجميل والترميم والحروق بمستشفى بحر التعليمي، وأستاذ جراحة التجميل بجامعة أم درمان الإسلامية، وهو كذلك استشاري لجراحة التجميل بمستشفى روي كير. مرحب بك يا دكتور طلال. مرحب بك دكتور محمد، شكرا جزيلا لك على استضافتك في قناتكم المميزة. شكرا جزيلا. الله يبارك. حقيقة نحن يعني الحلقة دي أنا أتوقع أنه يعني الناس تطلع بمفاهيم كثيرة جدا ومفاهيم صحيحة غير مغلوطة عن جراحات التجميل، لأنه كثير من الناس بيفتكروا جراحات التجميل دي يعني يمكن يعني الناس كيف تغير في خلقة ربنا والشكل اللي أنت جيت به ده خلاص تقبل به، لكن حقيقة هو تخصص يعني جديد وتخصص يعني صراحة فيه وجوانب كثيرة جدا نحن حبينا في هذه الحلقة نسلط الضوء عليها. ويسعدنا في بداية هذه الحلقة يا دكتور طلال تدينا خلفية تاريخية عن جراحات التجميل وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدء جراحة التجميل هي قديمة جدا. أول ناس بدوا جراحة التجميل هم الهنود، وفي عالم هندي اسمه ششروتا، وأول عالم بدأ الموضوع بتاع جراحة التجميل كان بيأخذ الجلد ويعمل رقعة جلدية في محلات فيها جروح بتكون كبيرة كده. وفي الهنود كان عندهم نوع من أنواع العقوبات لبعض الناس اللي بيرتكبوا بعض الجرائم بأنهم هم بيستأصلوا الأذن وبيستأصلوا الأنف. فمن هنا بدأ الموضوع بتاع أنه الناس يعملوا يعني يحاولوا إرجاع أو يرمموا الجزء المفقود. برضو قدام اليونانيين هم اللي بدوا جراحة التجميل، ومنها جاءت الاسم بتاع جراحة التجميل اللي هي بلاستيكوس، أو ما يعرف حسب قد البلاستيك سيرجري اللي هي يرمم أو تمولد. دي اللي بدوها هم اليونانيين. الفراعنة برضو عندهم باع طويل في موضوع جراحة التجميل، بالذات في الترميم بتاع الموميات. هم كانوا بيفتكروا إنه الموميات دي هم لسه استيل أحياء وكده، فكانوا بيتدخلوا بيصلحوا الأنف بتاعتهم، الكسور بتاعت الأنف والكسور بتاعت الفك، فكان هم بيبدوا يصلحوا فيها. في السودان جراحة التجميل صراحة قديمة جدا، يعني عندنا كان من ضمن أساتذتنا رحمة الله عليهم بروفيسور عبد العال، هو كان بدأ موضوع بتاع جراحة التجميل في السودان هنا. وعندنا برضو أساتذتنا ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمرهم، بروف عبد الله الحاج موسى وبروف حسن كاشف وبروف ياجي، ديال يعني الناس هم اللي وضعوا اللبنات الأولى لموضوع بتاع جراحة التجميل هنا في السودان. لا يعني نحن بكلامك ده يعني اديتنا انه الموضوع ده يعني من عهد الفراعنه، يعني مش كده يعني عهد الفراعنه ابتدى الموضوع ده، ما حاجه جديده يعني حاجة يمكن جديدة. من الانسان الاول هو بدا يفكر فيه انه هو طبعا الانسان بطبعه يعني يفكر انه دائما يكون في خلقه حسنه. صحيح. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وطلقنا الانسان في احسن تقويم، فالانسان دائما بيفكر انه دائما يكون هو يعني داير خلقته تكون حسنه. طيب يا دكتور وائل، نحن نسألك يعني سؤال تكميلي للسؤال اللي سألناه لدكتور طلال، يعني كلمة ترميم دي يعني احنا بنقصد بها شو؟ كشرح مبسط للناس اللي بتسمعنا وبيشاهدنا يعني.
كلمة ترميم دي طبعا احنا في جراحة التجميل صراحة هي ده المحور صراحة احنا بنتحرك عليه. نعم. في كل التداخلات حقتنا. الترميم يعني هي المحاولة لإرجاع الحاجة لأصلها وظيفيا من ناحية الوظيفة في صورة أساسية، ومن ناحية الشكل. يعني أنت إذا حصلت لك حاجة في البيت مثلا كسرت أو كده، بيقول لك دايرين نرمم البيت، مش كده؟ يعني دايرين نعملوا إصلاحات فيها. ففي جراحة التجميل الترميم هو تقريبا الأس الأول الأساس الرئيسي في كل التداخلات بتاعتنا، اللي هي محاولة إرجاع العضو أو الجزء المتضرر سواء كان من حادث أو من عيب خلقي أو لي كده للوظيفة حقته الأساسية أو لشكله، يعني الشكل المنسجم المتناغم اللي بدي الإنسان الرضا الكامل عن كده، وأساسا الوظيفة طبعا هي محاولة الإرجاع أو محاولة تصليح العضو النتج عن شيء، يعني شكلا وظيفة في الأول وشكلا في الثاني، سواء كان عن طريق إصابة أو عن طريق عيب خلقي أو مشكلة وراثية أو كده. طيب يا دكتور طلال، يندرج أفتكر حاجات كثيرة جدا تحت جراحة التجميل دي، يا ريت تدينا كده خلفية عنها، يعني الحاجات اللي بيندرج اسم جراحة التجميل تحتها. يعني جراحة التجميل هي صراحة بتتداخل مع كمية مع بعض الجراحات الثانية، ودائما نحن في جراحة التجميل بنبدأ يعني في المحل اللي بيقف فيها بعض الناس التانيين، يعني بنرمم كمية زي ما قال أخونا وزميلنا الدكتور مستر فيصل مستر وائل، فإحنا بنرمم كمية من كل أجزاء الجسم، يعني بنتدخل مع ناس الجراحة العامة أحيانا لما يكون عندهم فقدان لأنسجة، يعني أي فقدان لأنسجة في جسم الإنسان إحنا في جراحة التجميل بنتدخل إنه نقدر نعمل له ترميم. بالإضافة لكده عندنا شغل بتاع اللي هو التجميل الكوزماتيك، اللي هو ده فيه هو شغل تجميلي لبعض الأشياء، مثلا زي عمليات شفط الدهون، زي عمليات في الأنف. عمليات الأنف ذاتها هي ما كلها عمليات تجميلية، في مرات عمليات وظيفية، في بعض الناس مرات بيكون عندهم قفل للانترنال نيزل فالف اللي هو المدخل بتاع الهواء الداخلي للصمام الداخلي الأنف، فديل بيحتاجوا لعمليات. في بعض الناس مرات بيكون عندهم العمود بتاع الأنف ده مايل لجهة معينة والأنف تكون مايل لجهة، فده برضو بيحتاج إلى عملية بتاعة تجميل. في بعض الناس أحيانا برضو إحنا بنتدخل معاه نتيجة لفقدان لبعض الأجزاء من الأنف، فدي لازم برضو نحن نتدخل عشان نقدر نرممها. طيب يا دكتور وائل، نحن بالنسبة للتشوهات بتاعت الأجنة، التشوهات الخلقية مثلا يكون في مولود ببعض التشوهات وكده، هل ده يندرج تحت التخصص بتاعكم ولا؟ أيوة صراحة، هو طبعا العيوب الخلقية والمشاكل الوراثية تايم تيجي في الأجنة وفي حديث الولادة وكده، هي ده جزء هام جدا في التخصص دي، اللي هي كيفية التعامل مع تقريبا معظم أو جل المشاكل الوراثية أو المشاكل أو العيوب الخلقية، يعني كده. فأني تقريبا بيتعامل مع معظم الحاجات دي، سواء كان العيوب اللي بتحصل في الوجه بصورة مجملة، العيوب اللي بتحصل في الأيادي سواء كان الأيادي الملتصقة أو فقدان أحد أعمدة اليد أو كده، أو الزيادة، وجود زيادات، المشاكل اللي بتحصل في باقي الجسم عموما. فدي يعني احنا كلها بنتعامل معها صراحة، المشاكل والعيوب الخلقية دي، يعني إذا سمحت لنا الفرصة يكون عندنا بعض الحاجات ممكن نعرضها. أفتكر عندنا صور ممكن نشاركها مع المشاهد لو جاهزة تعرضها. هي بقى صراحة أنا بس في نقطة أنا داير تريزت في القصة بتاعت العيوب الخلقية دي. صراحة الناس طبعا ما بيشهلوا إنه يعني لما يتولد ليهم مولود عنده مشكلة في وشه، عيب أو حاجة في وشه خلقية أو كده. أنا صراحة هنا ما قطع على كلامك يا مستر وايد، دي صورة صراحة لأحد المرضى بتاعيننا. أيوة. دي صورة بعد العملية. صراحة هو المريض ده تعرض لحادث، يعني بعض الناس لموا فيه وقطعوا أنفه، بتروا الأنف تماماً.
يتقطع خالص الانف. اي الانف دائما فوق يتقطع خالص خالص. فاحنا قمنا رممنا، لو لاحظتوا المقدمه بتاعت الانف دي اللون بتاعها واللي يفرق من باقي الجلد. فاحنا اخذنا من حته من 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 الجبهه، حركنا انسجه عشان نرمم المحله دي. فحتى هو كان الفتره الاولى بمغطي وشه كله، منقب وشه عشان لانه الشكل ما كان مقبول ليه ولا حتى للناس اللي معه. والله افتكر ده مجهود كبير، يعني افتكر عمليات زي دي تعمل عندنا في السودان. وكذلك مستر وايل ده برجعني للحته بتاعت الشفه الارنبيه وبعض العيوب اللي بتولدوا بها الاطفال وكده، يعني حق الاسر ما تتجاهلها. لا ما تتجاهلها. وبعدين الاطفال صراحه بيجونا في سن كبير، بيجونا كبار، يعني افترض يجوا ابدر من كده، يجوا ابدر من كده على اساس انه الطفل يعيش الطفوله حقته بصوره عاديه، الاطفال ما يعني يضايقوه في الشارع او في المدرسه او في كده. فنحن بيجينا والله صراحة الأشياء محزنة شديدة يعني نفسيا، يعني حتى يقوموا نفسية. يعني في بعض الناس اللي يقبون ببعض الألقاب. أيوة 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 بالضبط يعني كده. فتأثر في نفسيته كده. فالناس يستبشروا خير، يعني الخدمة موجودة يعني. افتكر ده كلام جميل. ده كلام جميل. يصلوا للحتة اللي بتوفر يعني إن شاء الله. ده كلام جميل والله. في 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 معايير يا دكتور طلال الناس تختار بها المرضى اللي ممكن يخضعوا لإجراحات تجميلية؟ والله يعني زول ما عنده مشكله كده لكن داير يجيك كده في العياده، هو طبعا في بعض يعمل بعض التعديلات. ايوه في معايير صراحه. في بعض الناس احنا مرات ما بنعمل لهم عمليه تجميل، اللي هم في بعض الناس اللي هم عندهم توقعات يعني حاجات ما ممكن تتطبق، يعني حاجات unrealistic expectation، يعني هو زول متوقع حاجه ما منطقيه، يعني الحاجه اللي هو خاطيها في راسه دي حاجه بوضعه هو وبشكل الحاجه اللي هو جايبيها ما بتطبق. مثلا انسان يجي انفه طبيعي شديد وما عنده مشكله يقول لك لا بس انا داير اعدي الانف دي. هي الانف ما فيها مشكله، المشكله قد تكون ما في الانف، المشكله قد تكون في دماغه هو وفي تفكيره وفي كده، هو حاسب انه الحكايه دي كده. ففي بعض الناس صراحه ان احنا يعني بنقعد معاهم. بعد ذاك اهم حاجه انت بينك وبين المريض لازم تصلوا لصوره واحده. انت كالطبيب ترى صوره، هو المريض بيرى صوره معينه. فاذا الصوره ما توحدت النتائج ما بتكون النتائج المرجوه. يعني انت ممكن تعمل لمريض عمليه وانت تكون يعني سعيد بالنتائج حقتك وحاسبها النتائج دي كويسه، لكن المريض يكون ما سعيد لانك انت ما لبيت الطموح والحاجات بتاعته هو. يعني لازم انت والمريض بتاعك تقعد تتفقوا تصلوا لصوره موحده. لصوره موحده. ايوه. ده بيغضني يا دكتور وايل سؤال، هل انتوا بتستعينوا بالنحاتين والرسامين في انه يضع تصور للشخص ما قبل وما بعد، بحيث انه انا يعني وقت اجي يعني اقلها يكون في موديل كده انا اقدر يعني خلاص انت زي ما هسه ذكر دكتور طلال انت من كده ممكن تبقى كده لكن اكتر من كده ما في الطريق، في حاجه زي دي؟ والله طبعا هو فهم ما كده صراحه، يعني الفهم بتاع انه والله يا اخي في موديل ان احنا او قالب حندخلك فيه حتطلع بالشكل ده، لا لا لا، هي كل عيان او كل مريض عنده حاجاته الخاصه به مبنيه. يعني احنا عندنا التقييم ما قبل العمليه صراحه، يعني مثلا في الحالات بتاع تصليح القوام، يعني مرات بنتعامل مع مشاكل كبيره جدا جدا، مثلا في ستاره البطن بنعمل عمليات شد، بنخد شبكه لمعالجة فتاقات كبيرة أو كده، أو الحالات بتاعت السمنة المفرطة بيحصل بعض ترهلات شديدة بنضطر نتدخل نعمل عمليات بتاعت قص، عمليات بتاعت شد، عمليات بتاعت شفط للدهون اللي هي بنسميها عمليات تصليح القوام، أو نحت القوام. دي صراحة بترتب عليها عدد من الجلسات عشان نصل للتوقعات المنطقية اللي بيتكلم عنها مستر طلال. طيب دي واحدة من اللي على الصورة دي من المرضى، هي كان عندها زي ما شايفين زيادة في البطن، ودي صورة قبل العملية، ويعني هي ذات قعدنا معاها ووريناها صور لعيانين قبل كده قبل وبعد، وهي وافقت على انه حسب النتائج شافتها انها تعمل العملية. ودي المحلات اللي احنا هنشفط منها يعني داسي دي قبل العملية. العملية يا ريت لو المخرج رجع علينا الصورة دي، العملية يعني هي العملية اللي حتخضع لها المرأة دي عملية بتاعت شنو؟ بتاعت شفط الدهون. شفط دهون. أيوة. دي نفس دي المريضة. نفس المريضة. نفس المريضة. دي الأخرام اللي دخلنا منها شفطنا الدهون. ودي بعد العملية طوالي. أفتكر يعني نتيجة جميلة جدا يعني ما دي ذاتها بتدي دافع للناس إنه
الناس بيعانوا من السمنة المفرطة أو عندهم تراكمات بتاعت شحوم في مناطق حول البطن وكده. وأحيانا الحاجات دي يا دكتور طلال ممكن تكون نتيجة لولادات متكررة. صح. تكون نتيجة طبعا يعني دون مغاطعة لكلامك، لكن إحنا عمليات شفط الدهون دي دائما يعني احنا حتى بنكلم المريض هي ما علاج للسمنه بالضبط، هي علاج لعدم لسوء بتاع توزيع بتاع دهون، انه في الدهون متراكمه في منطقه معينه، المنطقه دي عامله للمريض مشاكل. في بعض الناس بتعمل لهم مشاكل، يعني مثلا ممكن الدهون الزايده في البطن دي ممكن تسبب مشاكل في الحمل. صحيح. يعني المرأة تكون مثلا عندها مشكلة إنها ما قادرة تحمل بسبب الزيادة بتاعت الدهون دي. في بعض الناس يعني في بعض المرضى حتى بيحولوا من الناس الباطنية بيكون عندهم حتى دهون متجمعة في الكبد وكده زيادة، وهم عندهم دهون كبيرة في البطن، فبيحتاجوا إنه نشفط الدهون بتاعت البطن دي عشان نقدر نخفف شوية من موضوع الدهون دي. نعم. شايف قدرت تقول حاجة يا دكتور؟ والله احنا دايما تريز القصه بتاعت انه الناس دايما صراحه بيجونا في العيادات، فالواحد بيكون داري يعالج مشاكل السمنه بالعمليات دي. لا هي طبعا ده فهم خاطئ تماما، ما صحيح نهائي. يعني هي العمليات حسب بتاعت تصليح القوام او العمليات بتاعتنا نحت الدهون او كده، هي ما عمليات تنحيف، هي ما عمليات تنحيف خالص نهائي. لكن ممكن زي ما قال هي عمليات تصليح أو تعديل القوام لتتناسب مع الوظيفة. طيب يا دكتور واير الناس بتخاف منكم والله، يعني ليه؟ يمكن المجال لأنه جديد بشكله الحالي، ده جديد على الناس. يعني حتى التاريخ بتاع جراحات التجميل اللي تكلمتوا عنه في بداية الحلقة هو يمكن تاريخ ما كان فيه استعارة بالمعدات الحديثة وبالآليات التقنيات الجديدة ظهرت وكده. فأنا دايرك من خلال البرنامج ده يعني هل عاد شفط الدهون مثلا كشفط للدهون يعني جراحة آمنة في السودان؟ والله عنده قومي تزور يجيكم يسلم نفسه وهو مطمئن تماما ما يسافر لدول الجوار وكده؟ احنا دايرين حقيقة نأكد على الكلام نهائي. يعني المسألة دي ما بتستدعى أصلا إنك أنت ترهق نفسك ماديا واجتماعيا واقتصاديا وكده وتسافر. نعم. انت ومعك مرافق او مع اسرتك او كده وتقعد مثلا شهور طويله. صحيح. على اساس انك انت تعمل عمليه، لان المزارع دي بقت متوفره تماما. الخدمه دي مش انا بتكلم على نطاقي انا ومستر طلال ولا كده، في مجموعه كبيره جدا صراحه من الاستشاريين واخصائيين جراحه التجميل متوفرين في السودان هنا، وبيقدموا الخدمه دي صراحه بصوره ممتازه جدا. نعم. يعني على اعلى مستوى الناس ممكن تتخيله. وبعدين اذا جو وقعدوا وسمعوا الكلام واخذوا ادوا زي ما يقولوا مع الجراح في بصوره يعني جميله وطيبه، بيكتشفوا انه المسائل دي كلها مسائل بسيطه صراحه، ما بتستدعي انه الناس ترهق نفسها. صحيح. كل الارهاق دي وامنه صراحه. احنا عملنا عشرات او مئات العمليات. حاجة مهمة انه جراحات امنه وكده. في خد شامة يا طلال داير ليه شامة؟ طبعا يعني حسي في بعض الـ 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 المرضى بيجوا بيحتاجوا انه يقول لك عمل لنا غمازه. غمازات عشان تضحك كده الوحده وتسخر النونات ومشكله يقول لك نونات في وجناته. فدي برضو هي جزء يعني من جراحه التجميل انه ممكن الحاجات دي تتعمل. يعني الموضوع ما في يعني مشكله. يعني اي وحده دايره لها نونات كده ممكن تتعمل عمليه بسيطه شديده، ممكن تتعمل ببنج موضع. نعم. والله يا اخي انا افتكر شعراء الحقيبه لو عرفوا الكلام ده يعني غير رايي يعني من عندنا بقت حاجه كده. طيب انا داير انتقل لمحور، يعني يمكن ما اعرف لو عندنا المحطه الخارجيه جاهزه نطلع في بعض الاستطلاعات اللي احنا عملناها مع بعض المواطنين عن جراحه التجميل. لو المحطه جاهزه نطلع نشوف الاستطلاعات ونرجع تاني.
مشاهدي ومتابعي قناة أنغام الفضائية برنامج الصحة والحياة، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. موضوع حلقتنا لي اليوم هو جراحة التجميل والترميم. أكيد كثير من الآراء هي في انتظاركم، بس خليكم معنا نتعرف عليك. طيب، أنا رحاب مبارك حسن، مستشار قانوني في وزارة العدل. مرحبا بك يا أستاذة رحاب، وإحنا اليوم بنتكلم عن جراحة التجميل. رأيك شنو في عمليات التجميل؟ طبعا العمليات إذا كانت في إطار جراحي، في إطار عمليات تشوهات نتيجة لحوادث مرور أو حريق أو أي من الحوادث الطبيعية والكوارث اللي بتعرض لها الإنسان، أفتكر إنها حاجة بتكون ما دايرة أقول لك ما دايرة أدخل في حلال ولا حرام، لكن بتكون حاجة معقولة ومقبولة، لأنه الإنسان أصلا بطبعه مجبول على إنه يكون جسمه صحيح ومعافى وسليم وكده. نتواصل معاكم وناخد رأي نتعرف عليه. محمد سليمان الخير. مرحبا بك يا محمد، وإحنا اليوم بنتكلم عن جراحة التجميل والترميم. رأيك شنو في عمليات التجميل؟ كعملية في حد ذاتها، السؤال الغرض من العملية شنو؟ إذا كان تجميل من أجل التجميل، أو إذا كان تجميل لأغراض طبية، زول حصل له حريق بقى محتاج لعملية، أوكي. مرحبا بك يا مجاهد، وإحنا بنتكلم عن جراحة التجميل. رأيك شنو في عمليات التجميل؟ طيب تمام، أول حاجة طبعا المجتمع السوداني ما قاعد يتقبل العادة دي، بغض النظر عن جانب الديني أو الجانب الاجتماعي فيها. يعني أغلب مجتمعنا بيرأي إنه مشكلة التجميل دي مشكلة دينية أكتر من اللي. فهو في مضاعفات بتحصل من مواضيع التجميل. يعني أنا آخر حاجة إنه قريتها في مجموعة كده بتاعت أشخاص أو بنات بالأحرى كده مشوا مستشفى وعملوا عمليات تجميل، وحصلت لهم مضاعفات من العملية دي، حصلت لدرجة إنه تحصل عدوى لأنه طريقة التعقيم بتكون ما كويسة، بالإضافة لإنه ما في ناس متمكنين في موضوع التجميل ده في البلد دي عشان يقدروا يخدموا المواطن والمرأة. بنتواصل معكم المشاهدين الأعزاء، وما زال موضوعنا المطروح هو جراحة التجميل والترميم. ناخد رأي ونتعرف عليك. زبيدة أحمد. مرحبا بك يا زبيدة، وإحنا اليوم بنتكلم عن جراحة التجميل والترميم. رأيك شنو في عمليات التجميل؟ والله من ناحية هي كويسة شديد في حالة حصل أي تشويه أو يعني كده. فبس يعني أنتي قلتي التشويه أو الحوادث، يعني هي كويسة في الحالة دي؟ أيوه في الحالة دي. طيب، نرحب مجددا بسعادة المقدم وائل فيصل، استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق بمستشفى الصلاح الطبي مستشفى البراحة، وكذلك نرحب بدكتور طلال جرجندي، استشاري جراحة التجميل والحروق والترميم بمستشفى بحر التعليمي ومستشفى رويال كير. ونذكر المشاهدين بأرقام التواصل التي سوف تظهر على أسفل الشاشة تباعا، رقم واتساب البرنامج، وكذلك نذكر بالبث المباشر على قناة اليوتيوب في هذه الحلقة اللي فردناها لموضوع عن جراحة التجميل. يمكن شفنا جزء من استطلاعات، فياريت يا مستر وايد تعلق لنا على استطلاعات. والله صراحة أيوة طبعا، هي المفاهيم بتاعت الناس قريبة جدا جدا من الواقع صراحة، بالذات الاستطلاع الأخير. أنا صراحة جل العمل اللي احنا قاعدين يعني نقوم به هي العمليات تحت الترميم. يعني تقريبا 90% من الجراحات اللي بنعملها بالذات في المستوى المستشفيات الحكومية وكده، هي عمليات لمعالجة الإصابات، سواء كان من ناحية بتاعت حوادث أو كده، أو المشاكل اللي بتحصل نتيجة للحروق أو كده. فهي دي صراحة، ده حقيقة الشغل بتاعنا حسي بنشتغله، يعني معظم الشغل اللي احنا بنقوم به هو طبعا الربع، مش كده؟ لا ما الربع بس. طبعا المفاهيم بتاعت الناس الحريق الحريق لحد حسي بالمناسبة الناس بتعامل معه بصورة شوية لايت، يعني بيفتكروا انه ايام بتاع الحريق ده مفروض يخطوه في البيت يغطوه بشاشة كده او حاجة بشكل ده ويخلوه في البيت. المزالة بتاعت الحريق طبعا مزالة دي لها حلقات براها. يعني احنا بنعيننا الحريق ده من الحياة المهمة جدا في التجميل، التعامل معه سواء كان المانجمنت الاولي او التعامل الطبي التداخل. دي الصورة يا دكتور وائل،
دي مثلا دي حاله المشاهدين يعني احنا عرضنا صور شويه كده ممكن تكون في اطفال وفي كده ناس بيشاهدنا يعني لكن الحاجة صراحه الموجوده دي هي ناد يعني اهمال صراحه يعني ده ما شكل الحريق اذا الزول ده يتحرق وجانا في المستشفى طوالي ما ده ما شكل الحريق بيكون كده الجلد بيرجع للونه ثاني لا للونه دي حسب درجه الحريق يعني مثلا الحريق من الدرجه الثانيه اذا تعالج بطريقه جيده صور ثانيه يا ريت نعرضها عشان نقدر نشوف بي يعني ايوه يعني الحريق ده انت الحريق ده موضوع خطير الناس يعني يتعاملوا معه بصوره في في يعني كده ورينا تعاملكم معه انتم كيف كجر راح يقدم يعني طيب احنا عندنا الحريق ده التعامل الاولي في ال 24 ساعه الاولى ده تعامل اساسي طيب لانه عندنا مشاكل الحريق عنده مشاكل بتظهر في ال 24 ساعه الاولى عنده مشاكل بتظهر في الاسبوع الاول عنده مشاكل بتظهر بعد الاسبوع الثالث عنده مشاكل بتظهر على المدى الطويل طيب ف الحاجة الذهبية اللي انت ممكن تقدمها للزول بتاع الحريق انك تجيبه immediately للميديكال سيرفيس يعني تجيبه طوال مباشرة بعد الحريق بتاعه توديه لأقرب حتة نقطة بتقدم خدمة طبية ما تحفظ الأيام بتاع الحريق عندك في البيت لليوم الثالث الرابع ومش عارف يعني ايه قدر ما جبته بدري قدر ما جبته بدري كانت أيد أفضل وكان التدخل valuable عنده قيمة نعم. يعني كان التدخل من الأول عنده قيمة في الحد من المشاكل بتاعت الالتهابات في المعالجة تحت السوائل في معالجة الألم وكده يعني فنحن توصيتنا صراحة في المسألة بتاعت الحريق دي إنه الناس يجوا طوالي لأنه الساعات ذهبية صراحة في الساعات الأولى في معالجة الحريق هي ساعات مهمة طيب أنا عندي بس تعليق صراحة على على الاستطلاع صراحة يعني في بعض العيانين أنا في عيانة يعني حاجات كيسز حقيقية جات مني يالا مرة متزوجة وعندها طفلين زوجها هجرها وتركها طلقها ليه لأنه قال لها بالسوداني العامية كرش كبرت وإحنا جينا وعملنا لها عملية بتاع التجميل يمكن طلع لها شلنا لها قريب 5 أو 6 كيلو من بطنها ورجعت نيالة والحمد لله بعد ذاك يعني رجعت لزوجها تاني رجعها وكذا قلت لها خلاص وجاتنا بعد ذاك وجابت لنا هدايا وكذا طيب عندنا تاني زي حالتين بنفس السيناريو انه واحد اثنين كانوا مخطوبات وبعد شويه هم خطيبهم لما الزمن طوال افتكى قال لهم يا اخي انتوا كرشكم كبرت وكذا وكذا وانتوا سمان وما بتنفعوا فجينا عملنا لهم فين عمليات بتاعت شفط والحمد لله هم حسي هم كلهم مرتبطين وامورهم الحمد لله ماشي كويسه طيب عندي برضو كميه من الحالات يعني المريضه مثلا تجي لعمليه شفط او شد للبطن او مثلا شد للذراعين يجيب زوجها معاه يجي معاه زوجها يعني زوجها ذاته هو ذاته هو الحريص على انه المظهر بتاع زوجته انها تكون بشكل كويس وشكل طيب ده رسالك برضو يا دكتور طلال يمكن تحت الهواء وريتني صور لمريض او مريضه هي ما كان عندها ثدي صح في بعض دار التعليق لي عليها وريتني صوره لاصبع يعني انا ما اعرف الصور دي لو المخرجه لقيتها لنا يكون كويس عشان المشاهدين يقدروا يتابعوا معانا فدارك تحكي لي عن الحالتين دي يعني المره اللي ما عندها ثدي واثرت على حياتها الزوجيه المساله دي وكده فعلا في انتوا عملتوا لها شنو وبتاع الاصبع ده يا ريت لو حكيت لي عنه ال- 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 المره دي هي يعني تزوجت وللاسف الشديد بعد فتره انفصلت من زوجها ليه لانه هو لقى انه يعني ما الثدي بتاع ضامر في ضمور شديد في الثدي ضمور شديد ايوه فجاتنا في مسطح تماما مسطح تماما فجينا نحن وقعدنا معاه وتكلمنا معاه عن الخيارات انه مثلا ممكن نديك سيليكون او نشفط لك دهون نحقن لك دهون في الثدي هنا وبعد ما تداولنا وتناقشنا في الخيارات وصلنا لصورة موحدة اخترنا انه نشفط لها دهون نحقن لها دهون في الثدي وبحمد الله حقنا لها دهون والحمد لله امورها مشيت كويس خالص وعقدوا عليها حسه وحسي عريسها ثدي ويعني ايوه خلاص شكلها الانثوي اكتمل ومشت حسه تزوجت زوج جديد بحمد الله ولا بتاع بتاع لوس بصراحه هو كان مريض يعني انضرب بسيف وهو صراحه اخو زميل لينا نحن فلوس بعد قطع بره خالص مش قطع لوس بعي تماما فجانا وعملنا له عمليه بتاعت تصليح للابهام لا ما الاصبع ده افتكر لا ما الصور لو نحن دي ممكن اعلق عليه دي ممكن اعلق لك كذا لو رجعتوا لي للصوره دي
نخلي دكتور وائل، اسفين يا دكتور طلال، نخلي دكتور وائل يعلق لنا على الصوره دي بتاعت الاصبع اللي قبل شويه. الصوره دي صراحه دي واحد من الجاليه البريطانيه صراحه هنا في السودان. نعم. يتعرض لحادث، الطفل هو يتعرض لحادث واتبتر العقله النهائيه في الابهام دي. الاصبع الكبير ده. ايوه العقله دي الناس عارفه. ما بيعرفوا الاصبع ده الاصبع الكبير. اي فنحن صراحه عمل له اعاده زراعه اتبتر تماما. اتبتر ايوه، كان ماسك بحاجه بسيطه جدا. ماسك بحاجه بسيطه أي. يعني زي ده ممكن يتلحق. يتلحق طبعا، هو جاء طبعا هم شويه كده بس الجال البريطاني الناس كونشس خالص يعني. نعم صح. كده فجابوا ايميديتلي صراحه في نفس اقل من ساعه هم كانوا في المستشفى. فعملنا اعاده بتاع الزراعه وترميم للاصفر وجيب الاصفر وكده. والحمد لله رب العالمين في صور له هو بعد 6 شهور حتى مشى بريطانيا وجا ما عملوا له حاجه زياده. كويس افتكر ده يعني ده نجاح منقطع النظير يعني نحييكم عليه والله يعني احنا من هذا البرنامج. ارجع لك يا دكتور طلال للزول اللي قطع اصبعه بسيف ده يعني الاصبع ده انت يعني شلته عملت له زراعه ثاني. زراعه ثاني ووصلنا الشرايين. خلال كم ساعه كانت العمليه دي؟ يعني من اتقطع الاصبع هو الاصبع يعني. اتقطع المغرب. احنا دخلناه عمليه يعني زي الساعه 7 دخلنا عمليه الساعه 12. أيوة. مرقنا منه زي 4 صباحا. جراحه طويله جدا. اي طبعا دي جراحه. وهسه الان يعني رجعت الوظيفه. الحمد لله الحمد لله والله. يا ريت يا اخي لو الصور دي هي موجوده، لكن يا ريت لو المخرج استعرض لنا الصور. فده يعني افتكر الناس يعني عندها فهم يعني هسه شوف دي كلها نتائج. يعني احنا هسه بنوجه رساله للمشاهدين والناس اللي بتابع برنامجنا انه يعني جراحه التجميل هي ما عادت تقتصر فقط على تصليح القوام، يعني فيها جوانب كثيره. دايرك يا وائل يعني نحن هسه بقت طالعه موضه عندنا طبعا العشابين دي عرفتها والتسمين الموضعي وما تعرف ايه وايه والكلام ده، وبيؤدي لمشاكل كثيره جدا. طبعا احنا بنقول الرساله واضحه يعني انه كل الحاجات اللي الناس بتستخدمها عشان مزيد بها مناطق معينه او كده من حبوب وغيره وخلافه قد تؤدي لمشاكل، وحتى تفتيح اللون والكلام ده قد تؤدي لمشاكل تؤثر على اداء الكلى يعني ومشاكل ثانيه كثيره جدا. فانا دايرك يعني الواحده مثلا عندها يعني الناس العمليات اللي بنسمع بها برا دي يعني والناس دارين ينقلوا الثقافة دي هنا بالرغم أنه أحياناً هي قد تصلح بين الأزواج، يعني لأنه الواحد من حقه أنه زوجته في بيته يكون عايزة بشكل معين وكذا ما دام بقت في وسائل جراحية متاحة. يعني ما الفهم هو أنه للشارع العام يعني. فأنا دايرك تتكلم لي عن التجميل الشفاء وشد الوش والرقبة عرفتها والفيلر والبوتوكس الحاجات دي يعني اتقاسموا لي الكلام أنت وطلال فيها يعني. حيوة جداً صراحة هي طبعا عمليات الشد شد الوجه دي نحن عندنا لا يعني تلقى زول عنده بتاع ايوه عندنا لا بنعمل لناس معينين صراحة. يعني انا شخصيا ما قاعد اعمل يعني ما اي زول يجي يقول والله شدوا له شيء بنشدوا له. يعني في مشاكل حقيقة صراحة بتكون مشاكل حقيقية مرات يعني وظيفية حتى يعني مرات الترهل في الوش بعيد من النظر. في امراض مثلا في الانسجه الضامه مرات تدي لترهل كبير جدا في فروه الراس وفي الوش. فده المرات بيحتاجوا لاكثر من عمليه صراحه. يعني كل سنتين او ثلاث سنين بيجوا الناس عندنا عيانين يعني بيقاعدين يجوا عندهم امراض في الانسجه الضامه بتاعتهم بيحصل ترهل شديد لدرجه انه الزول ما يقدر يشوف يعني الترهل لحد ما العيون تتقفل. اي فصراحه احنا بنحاول بقدر الامكان انه نعمل حياه لمشاكل لمعالجة مشكلة حقيقية. مرات العيان ذاته بالمناسبة إذا ما عنده مشكلة كبيرة ما بيتقبل المشاكل بتحصل الكومبليكيشن مضاعفات العمليات ما بيتقبلها. أما بالنسبة للفيلر والبوتوك البوتوكس يعني يعني كان في عندنا مشاكل صعبة برضه عندها هي عندها استعمالات مرات مهمة جدا في الوظيفة وفي الشكل صراحة. فكان عندنا مشاكل صراحة في إنه يتحصلوا عليها كيف نوعياتها المتوفرة في الأسواق وكذا. لكن حسب بقى في وكيل أفتكر للبتاع بيجيب نوعيات ممتازة جيدة جدا. وبالمناسبة البوتوكس ده نحن ما بنستعمله بس في الوش للتجميل عنده استعمالات كبيرة. يعني حتى العيانين بيكون عندهم العيوب بتاعت التشنجات العضلات وكذا لو لاحظت عليهم نحن بنحقنهم بالبوتوكس. يعني هو البوتوكس ما بس
للوش او لتعديل حاجه. يعني احنا البوتوكس ده بنستعمله لعدد كبير جدا من المشاكل. ونبشر الناس انه صراحه في وكلاء حسي بيقدروا يوفروا القصه دي، وقاعدين نتعامل معها بصوره روتينيه تقريبا. افتكر طلال صح حقيقه يعني، وصراحه يعني الحكايه دي بيجوا في ناس بدو يعني مع انتشار النت والميديا وكده، فالناس بيجوا هم يعني بيعلموا عن الخيارات بتاعه التجميل وكده، والحقيقه بقى سهله جدا في الموبايل، انت ممكن تعمل تفتش عن اي شيء. ففي عيانين كتار بيجوا بيسالوا الموضوع ده. يعني واحد من المرضى كان يعني هو خاطب، وخاطبته قالت لي ليه طوالي صار كده اصر الفوشك دي شنو؟ هو ما صار صراحه، بس لكن هو عنده التجاعيد. فده يعني هو الموضوع ده عامل له اشكال. قال لي يا دكتور الناس كلهم بدو يقول لي يا اخي انت 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 ليه صار كده؟ فده برضو عمل له حقنا له بوتوكس، والحمد لله اموره مشت كويسه. هو ما صار اصلا، هو ما صار دي مشكله، هو ما صار. برضو في ناس، حتى ناس في عنده صوره هنا ما عارف لو عرضتوها لواحده عمليه بتاعت انف وش، في حتى الناس في بعض الـ 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 المرضى بيجوا يكون عمرهم اكثر من 60 سنه. يعني في واحده جاتني في صوره عندها لا هنا عمرها اكثر من 60 سنه، وهي جات عندها مشكله في الانف بتاعها، انه عندها عظمه زايده في 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 الانف فوق هنا، والانف مايل لتحت شويه، وعندها شويه تجاعيد. فايوه دي صوره بعد العمليه. ممكن الصوره اللي قبل، الصوره اللي قبل العمليه لنفس الشخص. اي نفس الصوره مبنجه هي، كان فهي عندها كان الحكايه دي. فاحنا يعني دخلناها وقعدنا معاها، واهم حاجه زي ما قلت انه لازم الصوره اللي انا خدتيها دي هالصوره يا دكتور. ايوه دي هالصوره، ودي العظمه الزايده والانف كبيره شديد في منتصف الانف كده صح؟ اي الصوره في منتصف العظمه الزايده دي، العظم ده بارز بارز والانف كبيره هي ذاتها. ممكن نشوف الصوره اللي بعد العمليه. حتى هي بقت سعيده، والناس كلهم قالوا لا يا اخي تبقيتي ما شاء الله سمحه وكده، ومشيت وين وكده. وهي زول يعني ما شاء الله يعني، وحتى عندها احفاد، فهي دايره منظره يعني مش يعني ما شاء الله يعني حتى البتاع راحت والانف بقت صغيره شويه. والله يا دكتور طلال كلام جميل جدا. بالنسبه للتسدي يا دكتور طلال، يعني مثلا رجل يحس بانه عنده سدي وتضخم في المنطقه بتاعت السدي دي، ويتعقد منها اذا لابس قميص ولا جلابيه ولا كده، جاك في العياده ولا جاك في المستشفى تعامل معه كيف؟ والله بيجوا، والمشكله انه معظمهم بيجوا هم خجلانين. يعني انا في مريض يعني جاء عن طريق زوجته، هو متزوج، زوجته جات وقالت لي يا اخي انا عندي زوجي كده 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 عنده تسدي وكده، واغنعته انه يجي. فعلا جانا وعملنا له وقعدنا معاه، وشفنا الدرجه ذاته بتاعت التسدي، وهل في اسباب. مرات بتكون في اسباب طبعا طبيه للموضوع ده، لازم تتعالج بعض العقاقير الطبيه وكده، صحيح الامراض وكده، امراض الكبد تتعالج. فبعد ده قمنا دخلناه واتفقنا معاه انه نعمل له العمليه. فالخيارات عندنا كم خيار، ممكن نعمل حتى شفط. مرات بنعمل شفط للثدي، يعني لو كان التسدي ما كبير ممكن نشفطه بس بنفس باخرام، ونشفط كل البتاع دي وكل حتى اللي هناك. ما بترجع ثاني بعد الشفط؟ والله حسب لو هو المسبب موجود ولا لا. لا اذا استبعدت انت الاسباب الطبيه. لا لا لو اذا بعدنا الحياه الثانيه والمريض التزم التزم بالحاجات، يعني الحميه الغذائيه مهمه بعد مهمه أي. بعد العمليه مرات بنعمل لهم ازاله للانسجه بتاعت الثدي، بنعمل لهم مرات لو كان التسدي كبير شويه كده. واحد يا دكتور وائل يجيك يقول لك انا داير البس تيشيرت عضلات بطني تكون ظاهره، في ناس كده يعني طب وليش طبعا والله طبعا العمليات النحت مش كده، النحت الدهون هو طبعا النحت ما بظهر العضلات، انت يو هاف تو بيلد المسل، يعني لازم تبني العضله عشان تظهر. لكن النحت بيخليها تظهر كانها مبنيه، هو ما داير بس النحت ممكن يشيل الستاره الخارجيه. يشيل الستاره مش كده، لكن هو المفروض يبني يبني العضلات. صراحه المشاكل الاكثر اللي بيجينا في الحته دي الترهل الشديد للبطن صراحة، اللي هي بتطلب عمليات شد للبطن، دي أكثر المشاكل صراحة اللي بتجي. هي يعني إنه بيكون في ترهل شديد أو سمنة كثيرة خالص في البطن، حتى إنها بالمناسبة بتحيد من الحركة، بتحيد من الحركة هاي. فدي قاعدين يعني نعمل لها عمليات بتاعت شد وشفط، ومرات الاثنين مع بعض، يعني نعمل شد للبطن وبعد ذلك نحت للدهون في مناطق معينه عشان تدي القوام الجيد يعني. طيب بالنسبه للتجميل الشفاهي يا دكتور طلال،
موقفنا منه شنو نحن هنا في جراحة التجميل في السودان؟ يعني هل بيجوكم حالات في بعض الناس تكبير وتصغير الشفاء؟ في ناس بيجوا بالذات بيجوا اللي احنا هنا يعني لانه السودان واحنا في افريقيا في وسط افريقيا معظم الناس الشفاء بتاعتهم اللي بيجوا بيكون شفاهاتهم كبيره دايرين انه يصغروا الشلاليف دي ايوه احنا ما نتكلم بلغتنا يصغروا الشلاليف. فاحنا لما صراحه نقعد معاهم ونطرح لهم الخيارات معظمهم صراحه لما يشوفوا العمليه وانها عمليه وازاله وممكن الشفاه ذاته بعد العمليه ما بتصغر طوالي بتكون متورمه ايوه من اثر من الجراحه من اثر الجراحه وكذا. فمعظم الناس هم يعني بيقتنعوا ما طيب الدارين يكبروها يعني في ناس بتلقى عنه الواحد ما ظاهره يعني شلاليفه دي ما ظاهره يلا دي ما كنت هنا في السودان لكن احنا في جراحه التجميل الخيار ده متاح حالات زي دي اي في الخيار متاح عندنا الفيلرز ممكن تستخدموها فترتها كم الفيلرز الفيلر بتقعد ما هي ماده غريبه في جسم الانسان بتقعد اطول فتره ممكن تقعد 10 سنه حسب طبعا الفيلر الصوره دي يعني دارينك تعلق لنا على اي واضح انه ال ال ما قبل على اليسار مش كده ولا العكس اي الما قبل الأول حاجة هي تصلحت الأنف بتاعتها شوية لو لاحظ الأنف كان عندها دي قريبة من الأنف اللي انت ساشرت لها العظم البارز العظم البارز والمقدمة بتاعت الأنف يعني المقدمة كبيرة شديد فيتعمل لها إزالة للعظم البارز ورجعوا المقدمة الأنف لورا شوية عشان تظهر الحاجة دي يعني الفيلر ده بيقعد فتره ما 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 حسي طبعا احنا بالنسبه بيجي في جراحه التجميل اللي هو افضل فيلر هو الدهون يعني ما بتنشف الدهون دي يا دكتور لا الدهون دي سبحان الله اكتشفوا انه فيها خلايا جذعيه حتى احنا حسي بدا عندنا شويه شغل مع ناس الخلايا الجذعيه انه احنا لما نعمشف الدهون نديم الدهون دي لانه بيشيلوها بيطلعوا منها الخلايا الجذعيه فالدهون دي لما تتخطى في اي حته فيها الخلايا الجذعيه دي قابله للتطور لاي للحته اللي خطيتها فيها نعم خطيتها في بتبقوا حاجة طبيعية من جسمك منك وفيك يعني أيوة. ما عندها المشاكل بتاعت الحاجات الـ نذكر نحن السادة المشاهدين بأرقام التواصل التي سوف تصل على أسفل الشاشة رقم تواصل عبر الهاتف لاستقبال مهاتفاتكم وكذلك رقم واتساب البرنامج. في رسالة هنا بيقول السلام عليكم سؤال لدكتور وائل نصيحة للنساء اللي بيعانوا من زيادة الوزن بالذات منطقة البطن تقول لها شنو دكتور وائل؟ والله بالنسبة لزيادة هي تصنع صراحة نحن بنعملها تقييم assessment نشوف طولة مع وزنها هي واقفة وين في المعدل بتاعها وبنديها النصيحة اللي بتناسبها إن شاء الله. واحدة بتسألك يا دكتور طلال عن التجميل الشعر هو طبعا أنا ما أعرف لو فهمت سؤاله صح ولا لا هي زراعة شعر هي ما كاتبة حاجة بس كاتبة بسأل دكتور عن تجميل الشعر في هم احنا صراحه اللي بيجونا اكثر هنا حاجه في السودان بيجوا انه عندهم جلحات يعني في بعض الـ 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 البنات بيجوا انه عندهم جلحات انه المنطقه الـ 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 المق... يعني حصل الشعر رجع لورا شويه فدايرين انه تتقدم فروه الراس الى الامام ايوه الى الامام قليل. طبعا دي فيها خيارات فيها عمليات زراعه الشعر وفيها انه ممكن نقدم شويه نقدم الشعر الى الامام شويه عشان يغطي المنطقه بتاعت الجلحات دي. طيب نستاذنك دكتور طلال معانا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. طيب لغايه ما تدخل معانا المكالمه واحد بيسالكم قال عندي الاصبع الكبير في الرجل اليمنى انقطع في حادث مروري من عمري 6 سنين وهسه عمري 20 سنه هل ممكن اعمل عمليه زراعه تنجح؟ تردوا ليه وشنو دكتور وائل؟ والله طبعا ممكن هي لكن هو حيستغنى من نحن عادة لما يتفقد عندنا الإبهام مثلا بالذات في اليد اليمين للناس اللي بيشتغلوا بيده اليمين صراحة بيشيل الصباع الكبير في الكرة فبنخده على بنزره على اليد لأنه وظيفة اليد هي جوهرية لكن هو صباعه ده حيستغنى من شنو عشان نخده له في ما اظن الوظيفه بتكون فيها مشكله كبيره يعني افتكر ده افضل حاجه ليه هو البروسيز يعني يجيب طرف صناعي ايوه بس طرف او جزمه مخصصه يعني عندي اثار ذبابه رمليه في وشي هل ممكن تتعالج اثارها نهائيا؟ الاثار ممكن تتعالج لكن يلا واحده من المشاكل بتاعت الاثار دي انه الاثر ده ما بيزول نهائيا
احنا ممكن نخفضه مثلا لحد نسبة 90-95%، لكن ما بنقدر نزيله نهائيا. ودي واحدة من الحاجات، مثلا يجوك ناس بشلوخ يقول لك انا كنت في حتة وقبضوني وشلخوني غصبا عني، والشلوخ دي ما داير ما داير. وفي حاجات مرات مضحكة، يعني انا مرة جاتني واحدة عاملة بالكي كاتبة اسم كان خطيبة سابق في جسمها، ده زي التاتو كده، اي بعملته بالنار زي الشلوخ اسمه، وحس اختلفت معه وحس دار ترتبط بواحد ثاني، واحد ثاني دي معناها حتى جسمها كله شكلها، فدي بقت مشكلة انه الاسم ده دي بقى كيف شوية شكله ما حيكون في حتة تكتب فيها. دق الشلوخ في اوائل الزمان تحبوباتنا وكده. ايوه هو ده تاتو طبعا، تاتو مشكله بس انه ده بيشيله بالليزر. ايوه بتشال بالليزر، بالله بتشال مشكله، ترجع الشفاعه دي للونها طبيعي. يعني بنسبه 90% 95% كويس والله، ده كلام جميل. افتكر بتشال بسهوله كمان، يعني ما حاجه ما فيه مشكله. والله يا اخي الاسئله كثيره جدا حقيقه، ان التفاعل يعني عبر الواتساب وكده. الو معنا اتصال هاتفي. الو، يعني كمية من الرسائل تصل يعني، والناس مركزة يعني في معظم الناس اللي هنا اللي جاتنا عبر وسائل التواصل كلها بتسأل من شفط الدهون، كلها بتسأل من شفط الدهون وكده. طبعا يعني أنا بس أعلق إنه عمليات التجميل دي هي تعتبر عمليات آمنة، لكن برضو عندها مضاعفات. يعني أنا ما بقدر أقول عمليات التجميل دي آمنة في العالم كله بنسبة 100%. المريض برضو بنقعد معاه بنوريه إنه قد تحدث مضاعفات. المضاعفات فعلا أقل من 5%، لكن قد تحدث. إحنا بنحاول نأخذ كل احتياطاتنا، زي ما واحد قبالك علق في الاستطلاع على مثلا التهابات وكده، إنه مثلا تكون العدة معقمة، إنه نحن ذاته نتعقم، إنه ذاته المحل اللي حنعمل منها تكون معقم، إنه المريض ذاته نديه قبل العملية مضادات حيوية ونتابعه كده. ده كله عشان إنه نحمي إنه المضاعفات دي ما تحدث. لكن برضو المضاعفات دي بعد كله في نسبة أقل من 5% بتحدث. طيب معنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو لو بتسمعنا. يبدو اليوم عندنا مشكلة في التواصل مع الناس عبر الهاتف، يعني كمية من الناس تتواصل معاكم، يعني نحن والله يا ريت نقدر كل الناس نجاوب على أسئلتها. نشكرهم أول حاجة على تواصلهم مع البرنامج وكده، ونحن والله ما تبقى لنا كثير من زمن الحلقة. ألو معانا منو؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ تفضلي. لو سامعانا تفضلي اسالي طوال، يعني احنا سامعينك. الو الو وعليكم السلام. الاخت سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الله يبارك فيك. سؤالك لنا شنو يا سحر؟ الله يبارك فيك. ابعدي من التلفزيون شويه، اسمعيني من الهاتف يا سحر لو سمحتي. يلا انا عملية كان دكتور طلال جرجندي نفسه عمليه، كان يا ريت لو بعدتي من التلفزيون وسمعتيني دكتور طلال بسمعك. انا بتاعت البطن تصدقهم بتاعت البطن هي صوره لي انا نفسي. ف حنين تبعك طبعا جيتك يا دكتور دلال وما جيتك لولي ما عارفين عنك ناس علياء. خيرا احنا بنديك بطاقة من البرنامج للتواصل مع دكتور طلال، بتلقاها في استقبال القناة ببري. نديك بطاقة من برنامج الصحة والحياة. اسمك منو؟ سحر منو؟ سحر منو معانا؟ هتلقي بطاقة يا سحر في استقبال القناة ببري، تقابل دكتور طلال إن شاء الله وتتابعي معاه. طيب كويس طبعا. طيب في بعض فعلا يعني بعض المرضى اللي عمل لهم عمليه شفط وبيمشوا بيحملوا، يعني هم بيسالوا انه هل الشفط ده بياثر على الحمل؟ هو ما بياثر على الحمل. يعني المريضه او اللي عمل لها عمليه بتاع الشفط دهون ممكن تمشي تحمل، ما في مشكله. بعد الحمل قد البطن وستاره البطن بالاحمال المتعدده بترتخي، فقد تحتاج ثاني لتدخل.
لكن صراحة الشت عمليات الشت بتتطلب عدم الحمل. أيوة. بتطلب عدم الحمل مش كده؟ بتطلب عدم. نحن والله يمكن ما تبقى لنا كثير من زمن البرنامج، ونشكر كل الناس اللي اتصلوا علينا وكل الناس اللي راسلونا عبر الواتساب، وبنعتذر لكل الناس اللي خزلتهم الشبكة وظروف الاتصال أنه ما قدروا يتواصلوا معنا. ونحن في ختام هذه الحلقة دارينك دكتور وائل في أقل من دقيقة يعني تدينا كده نصائح وكبسولة صغيرة. والله نحن بنوصل صراحة الناس، أول حاجة بنزوف للشعب السوداني قاطبة صراحة التهنية بأنه السودان بقى فيه كوكبة ما سهلة أبدا من جراحي التجميل، والخدمة بتاعت الترميم بقت خدمة متوفرة في معظم المستشفيات صراحة الحكومية. وبننصح الناس اللي بيتعرضوا لحوادث وتحصل لهم مشاكل في اليد في الوجه في أي حتة، إذا كان فقدان للجليد، تغطع للأوتار، أي مشاكل من المشاكل دي، إنه يصلوا يطلبوا الخدمة بتاعت جراحة التجميل بصورة مبكرة عشان يسترجعوا أو يرمموا صراحة الضرر اللي بيحصل من الحكاية دي. وبنقول للناس يعني حاولوا يتحاشوا الحوادث وتحاشوا الحياة زي دي وكده، ولو لا قدر الله حصلت لكم حاجة إن شاء الله ناس التجميل بيقوا قاعدين في أي حتة يعني طلال في بحري ومدرمان جدا إن شاء الله. شكرا لك دكتور وائل. دكتور طلال تقول شنو للناس اللي بتشاهدك؟ والله يا أخي أنا بس بقول حاجة واحدة، إنه الكلام القطر إنه عمليات التجميل بذات التجميل هي عمليات آمنة ولكن ليست بدون مضاعفات. نعم هي آمنة تماما بنفس، لكن الناس ما يفتكروا إنه والصور اللي بيشوفها في الميديا حتى في كل دول العالم إنه لازم تاخد بالك إنه العمليات دي برضو عندها مضاعفات. نعم والله أنا حقيقة في نهاية هذه الحلقة لا يسمعني إلا أن أشكر سعادة المقدم وائل فيصل استشاري جراحة الترميم والحروق والتجميل بمستشفى السلاح الطبي مستشفى البراحة على الإفادات وعلى حضوره وتواصل معنا. وكذلك الشكر موصول للأستاذ الدكتور طلال جريجندي استشاري جراحة التجميل والحروق والترميم بمستشفى بحر التعليمي مستشفى رويال كير، وشكرا على الإفادات يا دكتور طلال. ونحن بنشكر كل الناس اللي كانت بتتابع معانا الحلقة دي باهتمام، وبنعتذر مجددا لكل الناس اللي ما حلفهم أن يتواصلوا معانا عبر الهاتف في هذه الحلقة، ونوعد المشاهدين بحلقات أخرى عن جراحة التجميل نتناول فيها يعني في جوانب كثيرة جدا ما تكلمنا عنها. وكذلك نشكر الذين تواصلوا معنا عبر واتساب البرنامج، ويمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة اليوتيوب الخاصة بالبرنامج الخاصة بقناة أنغام. وبنقول على كل حال شكلك بديع، غضبك جميل زي بسمتك، حكم الغرام بتذللي وحكم الجمال بتدللك، الاشتياق والاحتراق والوجه لي والابتسام والانسجام والحسن لك. تقبلوا تحياتي دكتور محمد عبد الباقي جدال، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى في أمان الله.